يا هلا فيكم مشاهدينا، وصلنا معاكم إلى لقائنا الأخير من حلقة اليوم، وموضوع جدا مهم، ويعني نقدر نقول هاشم مميز لأنه هو يعتبر هاجس بناء بيت العمر يسيطر على تفكير الكثير، طبعا اللي يسعون للحصول على بيت متكامل، والأغلبية يفضل بناء منزله بنفسه ويهتم بأدق الأمور والتفاصيل. يا هاشم، أكيد عشان تناسب مع احتياجات أسرته من مرافق متطلبات تضمن له حياة سعيدة، تضمن له حياة خلونا نقول مستقرة. اليوم معنا ضيف مميز، وإن شاء الله راح يقدم لنا نصائح لتشييد بيت العمر أو بيت المستقبل ومراحل بناء بيت العمر، وأهم الأخطاء اللي يجب علينا أن احنا نتفاداها في البناء. فنرحب بضيفنا المعماري جابر جواد أبو الحسن، نقول له حياك الله، منورنا ومشرفنا. الله يحييك. أنا مشرفني أكون معاكم في البرنامج تلفزيون الكويت والبرنامج المميز صباح الخير الكويت الثقافي. يعني صراحة يعني وايد فيه معلومات واحد ما مو قادر يعني ياخذها من الجرايد او من الكتب، يعني شو دائما يعني احرص ان اشوف هالبرنامج. الله يحفظك، واجبنا هذا. استاذ جابر، يعني المرحلة الاولى لبناء المنزل هو يعني اختيار الموقع، طبعا اول شيء، والارض هي اختيار الشركات، شركات المقاولات. فنبي نعرف منك شنو هي الخطوات اللازمة اللي نسويها وقت اختيار هذه الشركات؟ هو طبعا هذا سؤال مهم جدا، بس أنا أعتقد في سؤال أهم من هذا اللي هو كيف تختار المكتب الهندسي. الله. شنو من المخططات اللي أنت مسويها؟ زين، في للأسف في وايد من الناس أهل القسايم والقروض يبون يروحون حق مكاتب للترخيص بناء فقط. في فرق بين مخططات ترخيص البناء وفي مخططات التنفيذ. مخططات الترخيص عليه. مخططات أولية، زين، تشوف التصميم، الشكل، المساحات، الأمور، ما فيها تفصيل بالكهرباء، بالوين التكييف تحط، زين، وين البلاكات، في أمور تفصيلية، البايبات الصحي. في مخططات تنفيذية المكتب الهندسي يسويه، مو بس هذا، يسوي المواصفات، شنو المواد اللي بيستخدمها، جداول الكميات، يشوف كل بند الهيكل الخرساني في بنود الكونكريت، الطابوق، الرخام، إذا بيبي حق الأرضية مساحة الرخام، الواجهات. أنت تقدر تسعر، تطلب من المقاولين يسعرون لك هالمواد. الشركة المنفذة تأخذ المخطط وتنفذ. إحنا عندنا الحين المالك هو يبي يصير مقاول، وهو يبي يصير مهندس، زين، ويبي عشان يوفر بالفلوس. التوفير مو هني. أي خطأ في التصميم المقاول يأخذ عليه أضعاف الثانية. عشان هذا أنا أنصح قبل ما يختار المقاول يتأكد هل عنده مخططات تصميمية متكاملة، عنده مواصفات، عنده كميات. وهذا طبعا بالأسعار، للأسف قاعد نشوف بالسوق بالسوشيال ميديا مكاتب شركات مقاولات يقولون أنا أصمم بيت على المفتاح 40,000، وكله وأسعار مو صحيحة، صحيح، غير منطقية. يقدر يسوي بس شغل، يعني شنو المواصفات؟ صح. بشوف مثلا أنا أعطيك مواصفات التكييف، أكو أنواع من التكييف، طريقة الدكتات، في الكهرباء، البلاكات، في أمور إحنا لازم نتأكد قبل، زين. وعطى يعني إحنا قاعد المكاتب الهندسية تبيع خدمة مو تبيع سلعة. صحيح. مو أنا بتفاوض معاه. ويمكن أستاذ جابر الخدمة هذه توفر لك مجهود، إنزين، وعدم وقوع أخطاء مشكلة. الحين في مشاكل كثيرة، إحنا أنا عضو اتحاد مكاتب هندسية قاعد نشوف شكاوي كثيرة في السوق بسبب هالأمور، المخططات مو كاملة، المقاول يطالب بالفرق بالزيادة. عشان هذا أنا قصدي أول شيء الخطوة الثانية المكتب هو اللي يساعد، هو يعطيك أسماء شركات المقاولات مضمونة، إيه، صحيح، مشتغل معاهم. ولازم المالك هم يروح يشوف الشغل،
قبل ما يتفق يشوف شغل المغاول يطالع سمعته، يتصل مع الملاك اللي اشتغلوا معه يقولون له والله شلون المغاول، هل هو متعاون، هو هل متأخر في مشاريعه، في أمور استفسارات المكتب يعطيه معلومات 70% وهو يروح 30%. حلو، ويريحه في عمل، يريح وايد. هذا كيف تختار شركة المغاولات، مو هو والله بالديوانية يسمع واحد هذا قال له، لازم يتأكد. والسؤال الثاني بعدين العقد، احنا عندنا العقد. سؤال ثاني عن العقد، شريعة المتعاقدين هذا جايين له. ايه. هذا مشكلة كبيرة. استاذ جابر، انت ذكرت خلنا نقول سالفة المنصات التواصل الاجتماعي، سوشيال ميديا وغيره، نشوف برامج التواصل الاجتماعي عدد كبير من شركات المقاولات، عدد مهول لا يعد ولا يحصى، يعني طالع لك سبونسر، طالع لك اعلان، طالع لك هذا، وتتفاوت الاسعار طبعا. يعني واحد يقول لك انا ابني لك دورين وربع ب 45,000، واحد يقول لك انا ابني لك دورين وربع ب 170,000. فالمستهلك اليوم او اللي يقدم على عمليه البناء يضيع. يضيع ليش؟ لانه ما عنده مواصفات. انت كيف تقدر قيمه البنيان بالمواصفات والكميات اللي انت قلت لنا عنه؟ اللي قلت لك عندك هذا، انت لما تعطي حق 4 مغاولين يسعرون، تعرف وين السعر الزايد والناقص؟ عادة في الهيكل الخرساني الأسعار متغاربة، كونكريت تشتري من برا، زين الحديد معروف، ماكو فرق. صحيح. الفرق بالتشطيبات، التشطيبات إن أنت تختار أي مادة، أنت بسيراميك أكو متر دينارين، أكو 20 دينار، متر ب20 دينار، هذه المسعر مغاول أكثر يمكن ما أخذ هذا، أنت مو شرط تأخذ. صحيح. يعني وبعدين البنيان الهيكل إذا صرفت 100 دينار التشطيبات 300 دينار، ثلاث أضعاف. هذا صحيح. معادلة، أنت تتحكم في التشطيبات. صحيح. أنت ما تتحكم في الهيكل، الهيكل خرسانة مفروض حافظ عليه، ولما تختار الهيكل بعد يقول أنا هيكل ترى فيه معاه مقاول الكهرباء، مقاول الصحي، مقاول التكييف، هذيل الثلاث أعضاء لازم يدخلون بالهيكل الخرساني. صحيح. يمددون بايبات الكهرباء والصحي والفتحات حق التكييف، هذا يتفق عليه من الأساس. لما يوقع مع المغاول لازم أنت عندك المغاولين خالص الباطن متفق معه، والمكتب الهندسي هو يصمم لك الأعمال الكهربائية والتكييف، مو المغاول ولا شركة. صحيح. لأن كل شركة لها طريقة في التصميم، التصميم هو اللي يحدد تكلفة المشروع. جميل. وأنت تقعد مع المستشار، مع المكتب الهندسي، تقول له أنا ميزانيتي هالكثر، هو يساعدك. صحيح أستاذ، يسوي لك الدراسة عفوا على قدر الميزانية، هذا دور الاستشاري. المكتب زين، في مكاتب يعني ما بقول مثل البقاله زين. ايه؟ في انت تختار سمعتها زينه، زين وشغل زين. في الحين في السوشيال ميديا يكتبون اسوي لك مخططات كهرباء، خطوط صحي، كل شيء، بس شنو مستوى المخططات؟ هو يسوي لك بس يمكن 20% من المعلومات. صحيح. للأسف أستاذ جابر يعني نسمع أن كثير من أصحاب المنازل يعني عانوا من مشاكل سواء نصب واحتيال من شركات مقاولات، فنبي نتكلم معاك عن شنو هي البنود اللي لازم الواحد يعرفها لما يوقع. صح. العقد الحين للأسف في ناس يروحون حق مقاولين أفراد لأن سعره رخيص، ويسوي له عقد صفحتين، هذه مصيبه ما تقدر تلاحقها قانونيا. زين. ما في شيء، بس يقول لك فلوس هل كنت تدفع لي اياه، زين، وانا اسوي لك المبنى، ماكو شيء، لا يشير حق المخطط ولا يشير. انت اوكي ما عندك مواصفات، قول مواصفات وزاره الاشغال. مواصفات وزاره الاشغال شامله، انت هذا الرفرنس مالك اكتب. حلو. زين، لازم في برنامج عمل للمشروع، مدة المشروع، مسؤوليات المقاول والتزامات، شنو هو انت تكتب له، قرامة اذا تأخير، في امور لازم تحطها والتقاضي في صارت مشكلة، زين، بدل ما تروح المحاكم تقعد، روح تحكيم اسهل واقل مدة. يعني في امور لازم، وجمعية المهندس اتحاد المكاتب الهندسية عندنا دليل المكاتب، كل اسماء المكاتب الهندسية المعتمدة. وعقود، العقود مع المقاول، عقود مع الاستشاري، وقوانين البناء كلها موجودة في دليل المكاتب، يقدر واحد يشتري من اتحاد المكاتب، زين، وقبل ما يبلش يشوف.
حلو. هذا رفرنس حق اصحاب القزايم، حلو ما يضيع. حلو استاذ جابر، اليوم وايد شركات قامت تجذب، خلنا نقول الناس اللي تبني ان تركز على كفاله المنزل بعد ما ان تنتهي منه. أيه. مدى صحه هذه أيه. الامور يقول لك انا كفل لك 5 سنين 10 سنين 15 سنه. شوف هذا بيع مثل ما تقول، كل واحد يحط بالسنوات. زين اوكي انا سويت كفاله، العاده في المواصفات احنا نحط كفاله. حلو. الاعمال المدنيه دائما مده المقاول مسؤول يسمونه مده الصيانه، اي عيب صار خلال المده هذه هو مسؤول في حلو. الاشياء المدنيه من سنه الى سنتين، مثل التكييف من سنتين الى 5 سنوات، كومبريسر 5 سنوات، اهم شيء العازل السطح هذا 10 سنوات. زين ها بالمواصفات، ولازم تصير شركات معتمده عشان باكر لو صار خرير تروح حق الشركه تقول حق الشركه تعال تصلح على حسابها. في ناس يروحون يبون عمال ويبون مواد ويلا يلا جيتر اوف وهذا وبعدين بس 700 مره حط جيتر اوف لما يصير خرير يخرب لك يخرب لك الاثاث، يخرب لك كل شيء. اذا التوفير مو في محل، هذا لازم يكون في شيء مدروس. وفي وايد من يعني الـ 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 في قانون المدني، في قانون الكويت المدني يسمونه الضمان العشري، قانون هذا مو بكيفك، 10 سنوات من انتهاء المشروع. حلو. خلص البيت خلال 10 سنوات إذا أي عيب صار، تهدم أو صار عيب بالتصميم أو عيب بالتنفيذ، إذا عيب تصميم المكتب يتحمل تصليحه، إذا المقاول هم يتحمل. يعني حتى لو ما تكتب العقد هذا موجود بالقانون، موجود بالقانون، تشتكي قصبا عليه 10 سنوات بعد انتهاء المشروع. جميل. هذا قانون مغطي وهذا شيء زين يسمونه الضمان العشري. جميل. حلو استاذ، يعني غير النصب والاحتيال في مشكله ثانيه ايضا تواجه اصحاب المنازل، الا وهي يعني التاخير في الوقت المتفق عليه وقت التسليم. شلون ممكن هو يتفادى هالامور؟ انا مثل ما قلت لكم في البرنامج، في مده العقد، في برنامج العقد، البرنامج مكتوب مثل يبي يحفر ايش كثر، يبي يصب القواعد مده، يبي يصب الأسقف، يحط برنامج المقاول حق المالك عشان يعرف. والمالك لازم طبعا هو هم إذا صار تأخير من قبل المالك، المالك بعضات يقرر تأخير في قراره، هذا مو يعني مو ملزم على المقاول أنه يتحمله. زين يصير إكستنشن أو يسوي تمديد، في يعني يكون تعاون بين المالك والمقاول يحاول انه ما يصير تاخير، دفعاته تكون سليمه في الوقت المناسب اذا صار تاخير. يعني في امور كثيره العقد هو اللي يعطيك شو اسمه الحدود، الحدود وين انت تطالب زياده المده وين انت ما تطالب. جميل. زين انا استاذ جابر بسالك سؤال، يمكن هذا السؤال يكون يعني احتاج اجابه من يعني منك سريعه حق المشاهدين. إيه؟ اليوم انت كمعماري مع او ضد سالفه التسليم على المفتاح؟ انا رايي لان بيوت السكن الخاص فيها اراء من المالك من عائلته. زين يغير دائما في تغيير، لما على المخطط ما يشوف البيت يعني ما يستوعب البيت. انا رايي انه يخلص الهيكل ويشوف بعدين يدخل في التشطيبات. حلو. والتشطيبات في هو حسب ميزانيته، حسب ميزانيته. إيه؟ يعني الهيكل ما في اشكال يعني لا يخلص. زين ويعني ما عنده قرارات ياخذها في امور هندسيه. ولازم انا هم اكد لازم في اشراف من المكتب عشان مستوى الشغل. الحين للاسف الاشراف السائد مرور على البيت، استلام حديد واستلام الخرسانة زين أو الصبة قبل ما يصبون. ايه؟ وفي بعضهم بالواتس أب يطر الصورة، هذا طريقة مو صحيحة، خاطئة جدا. إشراف 100% لازم الإشراف الكامل. صحيح. أنا عندي المخطط أنزل المحاور على الأرض
الأعمدة، تشوف أوراق العمود داخل البيت، العوى يكون في، وفي عندك طريقة الصاب، المساح، نوعية المساح، الطابوق، في أمور كثيرة. هذا دور الاستشاري. صحيح. تقول له يعطيك مبلغ بسيط لأنه هو بس بيمر، لا يقول أبي إشراف كامل. إشراف كامل. لأن أنت المال يقول أنا بشرف، أنت ما عندك خبرة. ما عندك خبرة. صحيح. إيه إذا ليش؟ لأن هذا الخل الاستشاري هو يعني يساعدك وما تدوخ في ولا يلك الضغط. أي والله. أكيد أستاذ جابر أبو الحسن، كل شكر لك، أثريتنا في معلومات اللي تخص بيت العمر، كل شكر لي تواجدك معنا. شكرا. شكرا جزيلا. شكرا لك استاذ جابر، يعطيك العافيه. استفدنا وايد. غالبيه اللي موجودين في البرنامج الحين، او خلينا نقول غالبيه الجيل، قاعدين يبنون بيوت، قاعدين يستفيدون من هذا الكلام حرفيا. الله يحفظك. احنا كاتحاد المكاتب مستعدين للاجابه على اي استفسارات الملاك. زين، ونعطيهم التوصيات، نعطيهم يعني في خدمة المواطن. أكيد. عساكم ما تقصروا. على القوة. عساكم على القوة. شكرا لك أستاذنا المعماري. أهلا. جابر جواد أبو الحسن. ومن خلونا نقول العمارة والبنيان وغيره من الأمور المفيدة هذه، خلونا نروح اليوم نتحكم بنيتنا ونشوف شنو نية اليوم مع جنان الجناعي. خلكم معنا.